بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال وممثل راعي الملتقى الإعلامي العربي للشباب في دورته السابعة، معالي السيد أحمد أبو الغيث الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي السيد علي الرميحي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، معالي السيد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، ضيوف الملتقى الإعلامي العربي للشباب في دورته السابعة، سعادة الأخ ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني المشاركة في افتتاح هذه الدورة السابعة للملتقى الإعلامي العربي في بيت العرب بالقاهرة، وما يسعدنا أكثر أن يكون هذا الملتقى وعلى مدار دوراته المتتالية والسابقة موجها للشباب الإعلامي في كافة أنحاء وطننا العربي من المحيط إلى الخليج، ليمثل منصة ومنارة هادية للشباب العربي المتحمس لدخول عالم الإعلام بكافة تفاصيله، متسلحين بالعلم والمعرفة بأهمية سلاح الإعلام في عملية البناء والوحدة الوطنية، متمسكين بالتدريب والتأهيل وتطوير القدرات بما يحقق لهم النجاح في هذا العالم الفسيح المتجدد الاكتشافات والمتعدد بأنواع المعرفة. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، إننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية ومعالي أمينها العام على هذا الاهتمام الذي توليه لهذا الملتقى الإعلامي العربي المخصص للشباب واستضافة أعماله وأنشطته طوال دوراته السابقة، مما يعبر وبجلاء عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري الشبابي الذي يمثل قوة الحاضر وقادة المستقبل وفي واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في عالمنا اليوم، وهي صناعة الإعلام التي تبهرنا كل يوم بالجديد من نتاجها المؤثر والمتداخل في كافة تفاصيل حياتنا، حتى بات الإعلام بتفاصيله الكثيرة جزءا أساسيا في حياتنا اليومية. أصحاب المعالي والسعادة، لقد أولت دولة الكويت جل اهتمامها بالشباب بوصفهم بناء المستقبل وحاملي مشعل التنمية والتطور، وبدعم وتوجه سام من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تأسست وزارة الدولة لشؤون الشباب في يناير من العام 2013 لأول مرة في تاريخ تشكيل الوزارات الكويتية، آخذة على عاتقها تشجيع وإطلاق الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والبرامج المتكاملة لضمان تنمية مشاركة الشباب وتمكينهم من القيادة والريادة الإبداعية، مما كان من نتيجته فوز دولة الكويت لأن تكون عاصمة للشباب العربي للعام 2017 حتى إبريل 2018. الحضور الكريم، إن استراتيجية عمل الحكومة في دولة الكويت تستند على التنمية الشاملة والمستدامة التي تأخذ في الاعتبار الدور المهم المنوط بالقطاعات الشبابية في قيادة قاطرة الحاضر والمستقبل، وهو ما تقوم بتنفيذه وزارة الإعلام في مجال عملها وفق أحدث نظريات ومناهج الإعلام المعمول بها عالميا في مجال التدريب والتأهيل، مع الالتزام بحرية الرأي والتعبير التي كفلها دستور دولة الكويت. ولنا أن نفخر بزيادة أعداد الأجيال الشبابية الكويتية كافة مفاصل العمل الإعلامي الحكومي والخاص التي أثبتت قدرتها وجدارتها في قوة تأثير الإعلام الكويتي على المستويين الداخلي والخارجي. الأخوة والأخوات، على الرغم من الإيجابيات العديدة التي وفرها عصر تكنولوجيا المعلومات وظهور الإعلام الجديد،
إلا أنه توجد عدة تحديات وإشكاليات تواجه مجتمع الإعلام العربي، يأتي في مقدمتها المصداقية والدقة والتثبت من المصادر الموثوقة، وهو ما يفرض على شبابنا العربي التمسك بقواعد الصدق والأمانة والحيادية والشفافية وأخلاق المهنة، والحرص على التدرب والتطوير وصقل المهارات بشكل يسمح لها أن تكون أكثر مواكبة لمتغيرات العصر وتحديات المرحلة، للتحرك سريعا وبفعالية على الساحة الإعلامية الدولية وتحسين الصورة النمطية للإعلام العربي لدى الآخرين، وتفعيل دوره في مجابهة أفكار العنف والتطرف والإرهاب. الحضور الكريم، رسالتي لشبابنا العربي من المحاضرين والمشاركين معنا اليوم في هذا الملتقى الإعلامي المخصص لهم: أنتم في مقتبل العمر وعليكم الحرص على التعلم والتدرب والتأهل للمستقبل بأكبر قدر من المعرفة التي ستقودكم إلى طريق النجاح والتميز والإبداع. إرادتكم وقوة عزيمتكم هي التي ستضعكم في الصفوف الأمامية في صناعة الإعلام سريع التطور والانتشار والتأثير، مما يستوجب الالتزام بقيم ومبادئ العمل الإعلامي الحقيقي ومواثيقه. وثقوا أيها الشباب أننا كمسؤولين عن الإعلام معكم نضع يدنا في يدكم، فلنعمل جميعا يدا واحدة من أجل مستقبل إعلامي شبابي عربي أفضل. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لهيئة الملتقى الإعلامي العربي وأمينها العام السيد ماضي الخميس، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.